اليوم الصدريين قدموا استقالتهم وحسموا موضوعهم وانه انسحبوا. لو افترضنا ان المحكمة الاتحادية سارت بهذه القضية وطعنت بالاستقالة ولازم يرجعون، والصدريين ما يريدون يرجعون، بهيك حالة شو موقفهم تجاه القانون وتجاه المحكمة الاتحادية؟ يعني جنابك تقول حتى لو المحكمة الاتحادية مثلا قررت وهم ما أرادوا العودة إلى عملهم، طبعا هنا يختلف الموضوع. هذا سؤال ذكي من جنابك، وأنت معروف عنك الأسئلة الذكية. هنا سأل أحمد، حتى لو أنه حصل مثلا المحكمة الاتحادية قالت الإجراء غير صحيح وكان المفروض على رئيس البرلمان أن يعرض الأمر للتصويت ورجعت، وهم رفضوا العودة ما أرادوا العودة، هنا طبعا ما يطبق يعني ما تطبق أمور الاستقالة بعد هذا القرار، لا يطبق الاستبدال، استبدال النواب وفق قانون الاستبدال 49 لعام 2007، وطبعا وفق قانون الانتخابات رقم 9، يعني يكون بديلهم هم أفضل الخاسرين في الدائرة الانتخابية، أفضل الخاسرين الذي يليهم، وليس يكون استقالة، لا يكون استبدال نتيجة للغياب، نتيجة لعدم الحضور وفق المادة 18 من النظام الداخلي. هنا الموضوع اختلف، يعني لا يكون استقالة. هذا إذا المحكمة الاتحادية مثل ما تفضلت كان لها رأي في أنه هذه يعني ما تعتبر استقالة مكتملة الشروط القانونية ورفضه والعودة. هنا طبعا هذه أي احتمال يعني أن يحصل، فيكون حل بالاستبدال طبعا ليس وفقا للاستقالة وإنما للغياب أو عدم الحضور في قانون الاستقالة.